أهلا وسهلا بحضراتكم. في كتابه أزمة الإرادة والوجدان المسلم عبد الحميد أبو سليمان يعرض لأبعاد الخلل الذي أصاب الأمة، وعلاج هذا الخلل يبدأ باللبنة الأولى ألا وهي الأسرة، الأب والأم. آباء وأمهات جهلة لا يفقهوا ولا يعلموا ولا يقرأوا عبر تربية والدية حقيقية، وعبر إعلام موجه وموجه، وعبر دعوة حقيقية على المنابر، وعبر مجتمع يمارس عادات وتقاليد إيجابية تعكس الجانب الإيجابي. إحنا أمام أزمة وأمام مشكلة، وده واقع إحنا فيه. المدارس اللي لا تهتم وروضات إلا بتحصيل الرسوم من الآباء وسؤال الأب أو الأم: أنت معاك لغة تانية إيه؟ وإذا ما كانش معاه لغات أخرى يبقى ابنه ما يبقاش عندهم. هذه صناعة للعلمنة، وصناعة لعلمانية جديدة، وصناعة لتغريب مصطنع. قامت تلك الجهات والمؤسسات بقصد تشويه العقلية والذهنية في هذا المجتمع. ولهذا وزارات التربية والتعليم قالوا تربية ثم تعليم. التربية أولا تعني أن أهتم بالجانب العقلي، الجانب النفسي، الجانب الوجداني يعني، ثم الجانب الحركي. ومن هنا إذا غابت التربية عن تلك الوزارات فأنت أمام أزمة. والوزارات التي تدعي أن لديها تربية ثم تقوم بإزاحة التربية من مقرراتها ومن فلسفتها، فقد وضعت تحت وصاية الآخر في الغرب، والآخر المقلد في عالمنا العربي، التابع الوكيل اللي بيبقى قابض عشان ينفذ هذه الأجندة. وهنا يحدث خلل في البنية الذهنية والوجدانية. وبقى عندك في المجتمع على فكرة شباب مسطح تماما، عايش لوحده وعايش في عالمه، ودول هيتولوا إدارة وقيادات مستقبلية في كل الجهات، وفريق آخر بيمثل المجموع العام للمجتمع لا علاقة له بالمجتمع ولا بقيمه ولا بتقاليده وإن حافظ عليها. صناعة الازدواجية داخل المجتمعات هو جزء من أهداف الآخر الذي يريد أن يسيطر علينا وعلى مواردنا، ويريد أن يقزم انتمائنا، ويريد أن يقزم هويتنا، ويريد أن يمحو الهوية والانتماء في وجدان الشباب تجاه مؤسسات الدولة. وهذا أمر مرفوض ويمثل خطر رهيب يهدد الأمن القومي للمجتمعات. كيف نستعيد ذلك؟ ده سؤال. نعمل إيه؟ لا بد من المراجعة، والمراجعة تعني العودة إلى الأسرة، وأنا اتكلمت بشكل سريع عن الأسرة. الآن أذهب إلى الروضة. لا حديث عن روضة إلا بالحديث عن البناء الفيزيقي، يبقى فيها مساحات خضراء، ويبقى فيها بيئة طبيعية، ويبقى فيها ألعاب. واللعب هنا هو لعب موجه، لعب تربوي، أي أن كل لعبة بيلعبها الطفل بتربي عنده شيء. ولهذا اللعب بالأركان داخل الروضة، طبيعة الألعاب التي لا تدعو إلى العنف لدى الأطفال وإنما تنمي التفكير، القصص الذي يحكى للأطفال فيربي لديهم الجانب الوجداني، هذا أمر مهم جدا ضمن الأنشطة العملية التي يجب أن تمارس داخل الروضة. إعداد معلمة الروضة ومعلم الروضة يبقى بني آدم في شكله في هيئته محترم، ما يبقاش هزق، ما يبقاش منظره مخل، ما يبقاش لبسه وزيه وخطابه أو خطابها خارج عن الأمر، وإلا أي روضة تلك؟ في روضات في عالمنا العربي بتقلد الآخر الموجود في الغرب شكلاً وموضوعاً وقيماً وأداءً، وده واقع لازم نسلم به. أليس هذا هجر للقيم وتشويه للعقلية وللحضارة وللواقع الذي نعيشه؟ نعم. كيف نفعل ذلك؟ ده دور أولياء الأمور بقى اللي بيتابعوا بيشوفوا الكلام ده. اتفضل اختار الروضة اللي تربي ابنك على القيم وتعلمه على المعاني الحقيقية للأخلاق من خلال عقيدة راسخة واضحة، اللي تعلم ابنك إزاي يبقى محافظ على هويته اللي الآخر بالجوار في هذا المحتل اللي موجود في فلسطين وغيرها بيسعى إلى تشويه القيم وإلى إزاحة الجانب الثقافي، وفرحان إنه نجح ده في بعض الدول للأسف الشديد، وبيسعى في الدول الأخرى حتى لا تصنع الشخصية التي تحافظ على ترابها، وحتى يهمش المجتمع ويهمش قواه التي تدافع عنه وقت الأزمة. وهذا أمر مرفوض نريد أن نستعيده الآن، وإحنا بنستدعي ذكريات جميلة، ذكريات نصر، وذكريات عشنا عليها لسنوات طويلة.
وهي ذكرى انتصار أكتوبر المجيد، انتصار على النفس، ومن ثم انتصار على العدو، ومن ثم استعادة الأرض واستعادة الهوية وبناء الوجدان داخل الروضة وخارجها، لا يأتي إلا بالحفاظ على ذلك. ثم يأتي دور المدرسة، وما أدراك ما المدرسة التي غابت وغيبت؟ غابت كما ستغيب تلك الشمس بعد دقائق، ولكن غابت المدرسة بفعل فاعل، غابت المدرسة بفعل من أراد أن تغيب المدرسة. فإذا أردنا أن تستعيد المدرسة وتعود إلى هويتها مرة أخرى، يبقى فيها مدير كويس وصف كويس من المدرسين ومن المدراء وبيئة تعليمية جيدة ومناهج جيدة، لابد وأن نراجع أنفسنا أولا لنحدد من الإنسان الذي نريد أن نبنيه عقليا ونفسيا وأدائيا. نكمل على خير مع استعادة الإرادة والوجدان لهذا الإنسان الذي نريده. صلاح بالسميع.